نروح سريعا لزميلنا محمد سعيد هيقول لنا ما حدث بعد اللقاء والمؤتمر الصحفي الخاص بكابتن حسام البدري. اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بضيوفك. يمكن انا بتكلم معاك دلوقتي لسه خارجين من استاد برج العرب وبعد نهايه المؤتمر الصحفي لكلا يعني عايز اقول لك مشكله المديرين الفنيين، لان الترجي للاسف للمره الثانيه في اقل من 24 ساعه بيخالف تعليمات ولوائح الاتحاد الافريقي في عدم حضور المدير الفني خالد بن يحيى، فبالتالي حضر معين الشعباني المدرب المساعد في الجهاز الفني، وحضر ايضا الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي. بدايه المؤتمر بالتاكيد الاعلام كان بيعترض على عدم تكون لائحه الكاف وحضور المدير الفني، خاصه ان الاتحاد الافريقي بدءا من هذا الدور هناك منسق اعلامي من الاتحاد الافريقي يحضر المؤتمرات الصحفيه ويدير المؤتمرات الصحفيه، ولا يتم اسناد هذا للانديه في البطولات الافريقيه. طب في سبب معين اللي كانت خالد بن يحيى ما حضرش يا محمد عرفته مثلا؟ يعني هل في سبب وجيه للموضوع ده؟ بالامس سالنا مجدي تراوري فقال ويعني انا موجود لم يذكر اسباب. النهارده معين الشعباني قال الاحبال الصوتيه ولا يستطيع الحديث. فبالتالي ده كان السبب، لكن المنسق الاعلامي قال في تقريره للاعلاميين ذكر ان هو هيكتب في تقريره عدم حضور المدير الفني خالد بن يحيى، وهو التحذير الثاني بعد تحذير امس بعدم حضوره والتزامه بقواعد الاتحاد الافريقي في حضور المؤتمر الصحفي. ده بدايه كابتن فاروق الاجواء او اللي حصل بالظبط في بدايه المؤتمر الصحفي. بدا بدايه طبعا الفريق الضيف كابتن معين الشعباني تحدث عن المباراه، قال يمكن توقيت المباراه كان غير مناسب بالنسبه للفريقين، وقال لفريق وتحديدا فريق الترجي في نهايه موسم الناحيه الفنيه يعني تعرض اللاعبين للعديد من الاصابات وتسبب اكثر من تغيير بسبب الاصابه، فبالتالي يعني قال ان هذه المباراه توقيتها ما كانش مثالي. قال ان فريق الترجي جاء الى مصر للفوز واحراز الثلاث نقاط، لكن خروج ايضا المباراه في التعادل شايف ان ده شيء سلبي، شايف ان هي بدايه جيده بالنسبه لفريق الترجي التونسي. تم توجيه بعض الاسئله بخصوص تضييع الوقت وعدم يعني وجود الترجي في الشوط الثاني تحديدا، قال يعني هي ما كانتش تعليمات فنيه مننا، لكن الاجهاد البدني ونهايه الموسم تسببت في ده بشكل كبير. قال ما كناش بنتعمد ان احنا نضيع الوقت، لكن التعادل بالنسبه لنا مرضي. التغييرات كانت بسبب الاصابات. رفض الحديث عن التحكيم في هذه المباراه، لكن بشكل عام هي قال نقطه افضل من خساره. البعض وجه له تساؤل بخصوص ان هم سعداء في هذا التعادل في ظل ان الاهلي دايما موفق على الترجي التونسي. قال لا، يعني عمر الترجي ما يكون سعيد ان هو خرج بتعادل، يعني هو شايف من وجهه نظره حسب ما قيل بالضبط ان المكسب كان مهم بالنسبه لهم، لكن طالما الفريق ما كسبش المهم ان هم خرجوا بنقطه. ثم انتقل الحديث للكابتن حسام البدري يا كابتن فاروق، وهنا برضه حصلت يعني ازمه بسيطه، ان المفروض كان يعني المفترض طالما طبقا للائحه الاثنين الاجهزه الفنيه بيحضروا او المدير الفني هنا وهنا بيحضر يستمع مدرب الترجي لحديث الكابتن حسام البدري، لكن فضل ان هو يعني يطرق المؤتمر وتحدث في موعد الطائره وعدم استطاعته الانتظار اكثر من ذلك. لكن عموما الكابتن حسام البدري تحدث في المؤتمر وقال ان انا حضرت من مساله التحكيم واتكلمت بالامس ان ازاي مباراه هي الاهلي والترجي السنه اللي فاتت كبيره نفس الحكم على نفس الملعب، النهارده للاسف هدف ملغى وكان هدف صحيح، وفي نفس الوقت اكد ان هذه الامور يمكن كابتن حسام قال في المؤتمر ان الاتحاد الافريقي او المباريات الافريقيه لا تقام على ارض الملعب فقط، لا ايضا هناك امور اخرى تدار بها كره القدم، فبالتالي يعني انا سايب للاعلام الحكم ان هو يقيم الموقف وان هو يناقش هذه القضايا للجمهور عشان تبقى الناس على اطلاع بما يدار في المباريات الافريقيه. بالنسبه لاصابه عمرو السوليه كابتن يعني الدكتور خالد محمود وكابتن حسام بدر قال ان هي اصابه شد في الاماميه، بالنسبه لاصابه فريق سليمان كتمه قويه في اوروبا، لكن بعد 24 ساعه من الان الجهاز الفني والجهاز الطبي هيحددوا بالضبط يعني التشخيص الطبي النهائي ونحكم في مباراه كامبالا في الاوغندي. كابتن حسام قال ان الاصابات اللي بتعرض لها الفريق في التوقيت الحالي للاسف يعني بتيجي في توقيت سيء جدا،
بتعرض الفريق لهزات بشكل كبير جدا، لكن يعني انا مصر واكد برضو ان المفروض ان الاعلام ينقل للجماهير يعني الامور اللي بتواجه الفريق في الفتره الاخيره دون التطرق للنتيجه، ليست النتيجه هي المساله الوحيده اللي يجب على الاعلام ان هو يتحدث عنها فقط، امور كثيره جدا وقضايا كثيره جدا دون ان نتطرق اليها. كابتن حسام وقال اطرقها للاعلام هو يتحدث عنها ويناقشها بالنسبه للجمهور. قال التغيير الثالث تغيير صلاح محسن ما كانش تغيير متاخر، قال انا كل الاصابات اللي بعاني منها يعني اصابه عمرو السولية في بدايه المباراه واصابه الشناوي وكمل المباراه وعدد من اللاعبين تعرض لكدمات قويه اثناء المباراه، تخوفت انه اجري يعني اعمل او اجري بالتغيير الثالث مبكرا فيتعرض احد اللاعبين لاصابه فاشتكي من المباراه وانا ناقص من اللاعبين، فبالتالي التغيير الثاني كان في الدقيقه 65 في منتصف الشوط الثاني، اتاخرت شويه في التغيير الثالث عشان ما اضمنش ان يحصل اصابه بسبب الظروف اللي انا بعاني منها وقد تكون هناك اصابات، فبالتالي تبقى الحسابات في المباراه مختلفه تماما، فعشان كده فضلت ان يكون التغيير في المرحله الاخيره من المباراه. هل انا غير راضي تماما عن التعادل لكن احاول احضر للمباريات القادمه باذن الله. يعني كانت الاحاديث وتصريحات معين الشحباني مدرب المساعد لفريق ترجي والكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الاهلي كابتن ترجي. اشكرك يا محمد، اكيد واحنا بنتكلم على كابتن حسام البدري وكلامه عن الهدف، كابتن سارة حفيظ الهدف الملغى طبعا هو هدف ملغى لمروان محسن، واكيد التحكيم ليه دور مهم جدا في لقاءات الافريقيه. احنا من زمان واحنا بنتكلم على التحكيم كابتن شريف اتكلم في بدايه اللقاء او بدايه الاستوديو ان النادي الاهلي السنه اللي فاتت قبله بعض الامور الخاصه بالتحكيم خسرته الى حد ما البطوله، يمكن هدف النهارده الى حد ما واضح. صلاح حفيظ بيتكلم على ان النادي الاهلي اكثر الانديه بيطالب بتقنيه حكم الفيديو في بطوله افريقيا، اعتقد بطوله كبيره زي كده ممكن بشكل كبير تساعد في حاجات زي اللي احنا شفناها النهارده من خلال الهدف اللي الغى لمروان محسن، ولكن في حد ما في الاخر انت